النهاردة إن شاء الله هنراجع الجبرا لسكند بريب. أول حاجة طبعا الفيرست تيرم بيقولي لو عندي الميديان عاوز أجيب الميديان للديجيتس 3 و 1 و 5 و 6 و 2. فاحنا عشان نفتكر أول حاجة في بالنسبة للستاتيكس كان عندنا حاجة اسمها المين وحاجة اسمها المود وحاجة اسمها الميديان. طب المين ده عبارة عن ايه؟ بيدينا فاليو زي كده، كنا نعمل السام بتاعهم، يعني نعمل ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده اوفر عددهم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اللي هو الان. طب المود، المود اللي هو كان اول ام او، فبقول عليه ايه؟ موست كومون فاليو او موست ريبيتد فاليو، يعني اكتر حاجه بتتكرر. يعني اكزامبل مثلا لو عندي 3 و 4 و 3 اكتر حاجه بتتكرر هنا 3، ساعتها كنت اقول المود 3. طب لو الاكزامبل ده عايز اجيب له المين كنت اعملهم هما 3 بلس 3 بلس 4 بلس 3 اوفر النمبر بتاعهم اللي هو 3، هتطلع 10 اوفر 3 او تطلع زي ما تطلع، تطلع 3 اند 3. طب الميديان بقى عبارة عن ايه؟ الميديان بنقول عليها ان هي الميدل فاليو، يعني هي اللي في النص افتر بعد ما اعمل ايه الرينجينج زي كنت برتبهم، يا اما اسندنج او descending، وباخد اللي في النص. يعني لو ادينا مثلا، شوف بقى الاكزامبل اللي عندنا دون، بيقول لي اول حاجه عايز اجيب الميديان لدول، يبقى الميديان لازم نرتبهم. فهنا اصغر حاجه فيهم نحط الوان الاول، وبعد كده 2 و3 وال5 و6، يبقى الميديان هنا هيطلع ايه؟ اللي هو 3. طب لو قال لي الاوردر، الاوردر بتاعه هو الثيرد، تمام كده. نيجي الاكزامبل اللي بعد كده، ده من الحاجات المهمة اللي هتنفعنا بعد كده خصوصا في تالتة إعدادي. بيقول لي هنا لو عندي k و 5 satisfies the relation y plus 2x equal 8. طبعا هنا عندي الأولاني هو ال x والتاني هو ال y، هنشيل ال y ديا ونحط مكانها ال 5 plus 2x، يعني 2 تايم ال x، وال x هنا ب k يبقى 2k equal ال 8، منها ال 2k هتبقى ال 8 minus 5 equation عادية، يبقى 2k هتطلع ب 3 ومنها ال k هتطلع 3 over 2. السؤال اللي بعد كده solution set بتاعت ال equation x power 2، ودي من الحاجات المهمة جدا، plus 9 equal 0. عاوز اجيب ال solution set في ال r، طبعا هنا عشان احلها هخلي الاكس باور 2 وهنا ال 9 تروح الناحية التانية بالنيجاتيف، تبقى 0 ماينس 9 اللي هتطلع نيجاتيف 9، يبقى الاكس باور 2 بنيجاتيف 9. علشان اجيب الاكس بشيل الباور 2 ونفتكر مع بعض، نحط بوزيتيف ونيجاتيف، سكوير روت نيجاتيف 9، ومفهوش طبعا مفيش حاجة اسمها سكوير روت لرقم نيجاتيف لأن مفيش رقم تمام نفسه دي نيجاتيف 9. يبقى هنا نقول السوليوشن بتاعنا مش موجود في الريل نمبر اللي هي بقى الحل بتاعنا يطلع r. يبقى احنا كده نتعود x بار 2 بلس اي رقم ايكوال 0 دون السوليوشن سيت بتاعه يطلع 5 في ال r. السؤال اللي بعد كده بيتكلم على الانترفال، هنا عندنا half closed interval، عندي 2 closed و 3 open union 3، يعني union يعني هنحط ان ال 3 دي ان الاوبن على ال 3 دي ان السيت على ال 3 الاوبن، فهتعملها closed هتطلع closed interval 2 و 3 وممكن نرسمها. هنا بيقول لي المين، واحنا قلنا المين، المين عبارة عن ال sum of value، يبقى نعمل لهم plus over ال number بتاعهم 1 2 3 over 3، تبقى 5 و 4 9 و 6 15 divided 3 يطلع المين 5. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لو المود بتاع ال 5 و x plus 3 وال 9 وال 4 is 9، احنا قلنا المود اللي هو ال MO اللي هو ال most common value، يعني the value which is repeated more than other values، يبقى أكتر حاجة بتتكرر هنا 9. طب هنا 9 يبقى أكيد ال x plus 3 ديا ب 9. طب أنا عايز أجيب ال x، يبقى x plus 3 equals 9، يبقى ال x تطلع 9 minus 3 وتطلع 6. السؤال اللي بعد كده قال لي 10 over root 5 equals، دي ممكن نعملها بالكالكوليتر نجيب الحل على طول. وممكن حد بقى إيه بقى شاطر شوية يقول إحنا نعمل إيه طيب عشان نخلص هنا، خلي الدينومينيتور يكون راشونال فبخلص منه. طب ايه اللي يخلص من روت 5؟ روت 5 زيها وزي ما عملت هنا تايم روت 5، يبقى هنا تايم روت 5، 10 تايم روت 5 تبقى 10 روت 5 اوفر روت 5 باي روت 5 اللي هي 5، 10 ديفايدد 5 هتطلع 2 روت 5.
اللي هي لتر سي. طبعا وليها حد تاني، حد بقى شاطر شوية يقول نعمل 10 ديفايدد 5 تطلع 2، واطلع روت جنبها على طول. السؤال اللي بعد كده، روت 5 بلس روت 3 هول باور 2 تايم روت 5 ماينس روت 3 باور 2 ايكوالز. طبعا هنا ممكن نعملها بالكالكوليتر مفيش مشكلة. وفي طالب شاطر يقول لي مثلا واخد بالي ان الاتنين دول كونجوجيت. طب الكونجوجيت كنا بنعمل ايه؟ الفيرست تايم الفيرست ماينس السكند تايم السكند. طب الباور 2 دون، الباور 2 ده نطلعه بره كومون كده وننزل للروت الاولاني روت 5 بلس روت 3، والروت التاني روت 5 ماينس روت 3. لما نعمل الرقم تاني كونجوجيت بنرجعه بالباور اللي بره، الفيرست تايم الفيرست تطلع 5 والسكند تايم السكند تطلع 3. كل الكلام ده باور 2، سوري لو مش باينه. طبعا هنا 5 ماينس 3 2، 2 باور 2 هتطلع ب 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لو الفوليوم بتاع الكيوب 64 سنتيمتر كيوب، عاوز اجيب الاتش اللي هو السايد اللي هو ال. طب هو الفوليوم عباره عن ايه؟ اللي باور 3 ايكوال 64. عشان كنت اجيب ال بس اللي هو الاتش، كنت بعمل الكيوب كروت للفوليوم ويطلع 4 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي روت 8 ماينس 2 روت 2 ايكوالز، ممكن بالكالكوليتر وممكن عاوز نفتكر. هو ال ده كان عباره عن 4 تايم 2 ماينس 2 روت 2 زي ما هي. الفور كان يطلع بره ب 2 تبقى 2 روت 2 ماينس 2 روت 2 اللي هي اي حاجه ماينس نفسها ايكوالز 0. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فاين ان سيمبلس 4، عايز اجيب روت سكوير روت ل 12 ماينس 5 كيوبيك روت ل 3 بلس 6 تايم كيوبيك روت ل 1 اوفر 3. طبعا هنا 12 دون هنجيب وحده كده وممكن بالكالكوليتر لان ده سكوير روت. طب ال 12 ديفايد 2 تطلع 6 من 10 روت، ديفايد 3 تطلع 4، وال 4 ليها روت يبقى هي 4 تايم 3. ال 4 تخرج بره السكوير روت ب 2 تبقى 2 روت 3. طبعا هنا اللي جوه ده رقم برايم او اساسا 3 مالوش فك. نيجي بعد كده ال 6 سكوير روت لل 3، فدي معناها ليها كذا طريقة ممكن اكتبها على الكالكوليتر. وفي طريقة احنا قلناها ممكن نعمل ال 1 تايم 3 تحت الروت تطلع 3، وال 3 تخرج بره تبقى 6 تايم 1 اوفر 3. يعني كان انها فيها 1 هنا 6 تايم روت 3 6 روت 3، وهنا في 3 و 6 ديفايد 3 تطلع 2 روت 3. نكمل بقى المسألة بتاعتنا. الاولاني طلع 2 روت 3 ماينس 5 كيوبيك روت لل 3 بلس 2 سكوير روت لل 3 2 و 2 هتطلع 4 سكوير روت 3 ماينس 5 كيوبيك روت 3. وناخد بالنا ان الكيوبيك روت ملوش دعوه بالسكوير روت، كانها اكس واي. تاني عشان ما كانش باينه، يبقى تاني دون طلع 2 سكوير روت 3 ماينس 5 كيوبيك روت 3 بلس 2 سكوير روت 3 2 2 تطلع 4، والكيوبيك روت 5 تنزل زي ما هي، 5 كيوبيك روت 3 تنزل زي ما هي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لو عندي الفوليوم بتاع السفير 288 باي، عاوز اجيب الاريا. طبعا الاريا بتاعت السفير، يبقى نبتدي من الايه؟ من الجيبن اللي عندي اللي هو الفوليوم. طب الفوليوم بتاع السفير ده عباره عن كان ايه؟ 4 اوفر 3 باي ار باور 3 ايكوال 288 باي. الخطوه اللي بعد كده كنا بنشوف ايه الكومون هنا، هنشيل الباي مع الباي، يبقى بعد كده اجيب الار باور 3 كانت تطلع 288 ديفايدد 4 over 3 بالكالكوليتر، يبقى ال r باور 3 هيدينا 216 سنتيمتر كيوب. انا عايز اجيب الرادياس بس، يبقى هعمل كيوبيك روت ل 216 هيدينا 6 سنتيمتر. هو هنا طلب مني الاريا بتاعت السفير، ونفتكر الاريا بتاعت السفير قد السيركل 4 مرات، يبقى عباره عن 4 باي r سكوير هتبقى 4. هنا الباي ما ادهالنيش يبقى نزلها زي ما هي ان ترمز اوف باي تايم 6 باور 2، ويطلع الحل زي ما يطلع 144 باي. طبعا عشان اريا يبقى سنتيمتر سكوير. السؤال اللي بعد كده من الاسئله المهمه بيقول لي لو عندي الواي 2 اكس ماينس 3، بيقول لي جراف الستريت لاين دون. طبعا احنا كنا بنعمل تيبل هنا، كنا نحط الاكس والواي ونحط اي ارقام من دماغنا. كنا بنقول ارقام بنيل 0 1 2، هنحط هنا الاكس بزيرو يبقى الواي تبقى 2 تايم 0 ماينس 3 تطلع نيجاتيف 3. المره الثانيه الاكس ب1 يبقى الواي ايكوال 2
2 تايم 1 ماينس 3 تطلع نيجاتيف 1. الحاجة التانية الاكس ب 2 يبقى الواي 2 تايم 2 ماينس 3 يطلع ب 1، يبقى البوينت اللي عندنا 0 و 3. بنرسم كده، ادينا رسمنا التو اكسس، ده كان اسمه الاكس اكسس، هنا الجزء البوزيتيف وهنا النيجاتيف اكس داش، وهنا الواي وهنا الواي داش، ده الاورجين اللي هو 0 0، ونبتدي هنا 1 2 3 اند سو اون، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اند سو اون، 1 2 3، وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. نشوف البوينت اللي عندنا 0 نيجاتيف 3، الزيرو على الاكس، اقعد امشي كده لغايه ما اوصل للايه للزيرو، والنيجاتيف 3 لا هننزل تحت، تطلع البوينت هنا ايه 0 نيجاتيف 3 1 ونيجاتيف 1، ال1 على الاكس ادي 1 نيجاتيف 1 ننزل تحت، اللي بعد كده 2 وال1. وطبعا لو انا عامل الثلاثه 3 بوينت صح لازم يطلعوا عباره عن ستريت لاين. طبعا احنا ممكن نرسمها بنقطتين بس بنرسم النقطه الثالثه على اساس ايه ان هي تاكد لنا ان احنا ماشيين صح. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي الاكس الاوبن انترفال نيجاتيف انفينيتي و2 والواي نيجاتيف 1 و8، عايز اجيب مره الاكس يونيون الواي والاكس ديفرنس الواي. اول حاجه لازم نرسم الكلام ده، اول ادي النمبر لاين، اول حاجه الاكس نيجاتيف انفينيتي و2 يبقى هنا هنطلع هنا ال2 و2 دي اوبن، ونيجاتيف انفينيتي يبقى هنمشي عن الليفت كده 2 انفينيتي، وطبعا كل المفروض الجزء ده وان شيدد كده مظلل، ادي نيجاتيف انفينيتي، وعندي الواي نيجاتيف 1، طبعا نيجاتيف 1 هتبقى هنا، طبعا نيجاتيف 1 كلوزد يبقى هنرسم هنا كلوزد، وال8 ال8 طبعا جريتر ذان ال2 وهي هنا برضو كلوزد، وهنعمل جوين بتوين ذم، وطبعا بنعمل لها شيد كده. هو هنا اول حاجة عايز الاكس يونيون واي، يعني الاكس يونيون واي يعني من الاول للاخر، يبقى الاكس يونيون واي هتطلع اوبن انفينيتي سوري نيجاتيف انفينيتي والايت، والايت هنا كلوز زي ما هي. الجزء التاني بقى اللي بتطلع بتغلط فيه اللي هو الاكس ديفرنس واي، ادي الاكس وادي الواي، بمشي في الاكس امشي بالاكس الاكس اكس لغايه ما اوصل للجزء اللي هو الكومون اللي هو ايه عندنا نيجاتيف 1، وطالما ديفرنس بناخد عكسه يعني هنمشي من نيجاتيف انفينيتي اوبن زي ما هي لغايه ما اوصل للنيجاتيف 1، لكن النيجاتيف 1 هنا كلوزد وانا بعمل ديفرنس يبقى اخليها اوبن. تاني عشان مش باينه، تاني الاكس ديفرنس واي ادي الاكس كلها وادي الواي، ادي همشي من الليفت عشان هو الجزء اللي موجود في الاكس ومش موجود في الواي، يبقى من نيجاتيف انفينيتي كده 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 لغايه ما اوصل اهي النيجاتيف انفينيتي اوبن لغايه ما اوصل للنيجاتيف 1، والنيجاتيف 1 عشان كلوزد اخليها اوبن. السؤال اللي بعد كده من اهم الاسئله لانه موجود عندنا في ثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، بيقول لي فايند ذا سلوب اوف ستريت لاين باسنج ثرو البوينت نيجاتيف 1 و 3 والبوينت الثانيه 2 4. طب نفتكر مع بعض السلوب، هو الاسلوب ده كنا بنجيبه ازاي؟ كان ليه قانون اللي هو كان الديفرنس اوف واي، اللي انا كنت اقول واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. هنا عندي الاولانيه اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2، فكل اللي بعمله عشان اجيب السلوب بتاع الستريت لاين اللي بيعدي على النقطتين دول بشيل الواي 2 احط مكانها 4 ماينس الواي 1 اللي هو 3، واشيل اكس 2 احط 2 ماينس نيجاتيف 1، ماينس ماينس ممكن اكتبها كده كالكوليتر يكتبها صح، او ماينس ماينس المفروض انا كبير اعملها بلس 4 ماينس 3 1 و2 بلس 1 3، او اكتبها على الكالكوليتر يبقى السلوب طلع ايه 1 اوفر 3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي فايند ذا سوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي تو اكس ماينس 1 جريتر ذان اور ايكوال 7 ان ار. طبعا هنا بحلها كانها ايكويشن عاديه، يبقى هنا 2 اكس جريتر ذان اور ايكوال الماينس 1 تروح الناحيه الثانيه بلس تبقى 7 بلس 1، يبقى هنا عندي 2x 7 1 تطلع سوري greater than or equal 8، منها x تبقى greater than نعمل divided 2 تطلع 4. ادي عندي النمبر لاين بتاعي كده، ادي النيجاتيف انفينيتي وادي البوزيتيف انفينيتي، ادي ال 4 بتاعتي، ال 4 هنا closed وهنا greater than or equal، يبقى همشي على الايه الجزء الرايت ده، يبقى اقول له السوليوشن سيت عباره عن 4 closed and positive infinity.
هنا بالنسبة للسؤال بيقول لنا in the following table عاوزين نجيب المين، ادانا sets وادانا هنا النمبر. طب المين ده كنا بنجيبه ازاي؟ المين عبارة عن summation او sum بتاع ال x time ال f over السم بتاع ال f اللي هو الفريكوينسي. طبعا هنا السنة بنكتبها f والسنة الجاية هنكتبها كي، مفيش فرق. طب هنا ادانا هنا sets، كنا بنكتب هنا الاولاني sets، وهنا بنجيب حاجة اسمها السنتر اللي هي المركز، وبعد ما بنجيب المركز بننقل ال f زي ما هي، وبعد كده القانون بيقول لي x time f، وبنعمل هنا ادي الفور كولم بتوعنا. اول حاجة sets بنقلها زي ما هي، زيرو شرطة، واحنا عارفين زيرو شرطة يعني من الزيرو للتين، تين شرطة، توينتي شرطة، ثيرتي شرطة. طب السنتر، السنتر اللي هو المركز، يعني عاوز اجيب المين بتاع الزيرو والتين، فبعمل الزيرو بلس تين ديفايد تو تطلع فايف، او نص الزيرو زيرو ونص التين فايف. اللي بعدها بعمل التين بلس توينتي تطلع ثيرتي ديفايد تو فيفتين، او نص التين فايف ونص التوينتي تين، 10 و 5 تطلع 15. وفي واحد ياخد باله يقول لي مثلا انا كل مره بزود 10، يبقى هنزود 10، 5 و 10 بقت 15، 15 بلس 10 25، او نكمل عادي يعني، وهنا هنزود 10 تطلع 35. نيجي بقى الفريكوينسي بنقلها من هنا اللي هو العمود الثاني دون، ادي 1 2 3 4. هو القانون بيقول لي طبعا الاكس هي السنتر، فبعملها تايم الاف 5 باي 1 5 15 باي 2 30 3 باي، بعمل دور تايم يعني تطلع 75، و 4 باي 35 تطلع 140. القانون بيقول السام، يعني ايه السام؟ يعني اعمل لدول بلس 5 و 30 35 و 75 120 سوري 35 تطلع 110، والرقم ده تطلع 250. السام بتاع الاف او الكي اللي هو تم الدهولي. طب القانون بيقول لي ايه؟ هنعمل الرقم الاخير ده ديفايد ده، يبقى اقول له المين عبارة عن 250 divided 10 وتطلع 25. نحل موديل كمان، بيقول لي solution set x بار 2 بلس 8 equal 0، ودينا choices هنا 2 root 2 negative 2 root 2 و 2 root 2 بس و 5 والاخير positive و negative 2 root 2. طبعا احنا ايه لو خدنا بالنا من شوية قلنا طالما فيها x بار 2 بلس اي رقم equal 0 تطلع 5، بس نتأكد برضو هتبقى x بار 2 equal 0 minus 8، يبقى ال x بار 2 هتطلع negative 8، يبقى ال x بس لما اشيل بار 2 بحط positive و negative root ال negative 8 وما فيش root ال negative، لو عملتها بالكالكوليتر بتطلع mass error، يبقى كده ال x هتطلع ب 5 او solution هتطلع ب 5. المسألة اللي بعد كده قال لي المين بتاع x و 3 و 7 و 8 و 9 و 2 is 5. احنا قلنا يعني المين، المين اللي هو السم على النمبر، يبقى هنعمل ال x بلس 3 بلس 7 بلس 8 بلس 9 بلس 2. العدد بتاعهم بقى كام؟ 1 2 3 4 5 6 is يعني equal، equal كام؟ equal 5. 3 و 7 10 و 8 و 2 برضو 10 و 9 يبقى تطلع 29، وهنا في هنا بلس x يعني x بلس 29 over 6 equal 5. طبعا ال 5 دي تحتها 1، يبقى اقول له x بلس 29 عبارة عن 6 باي 5 ديفايدد 1، 6 باي 5 30 ديفايدد 1 هتطلع 30، ومنها ال x هتطلع 30 ماينس 29، يبقى ال x تطلع 1. السؤال اللي بعدها برضه يعتبر مكرر، سوري، بيقول لي عاوز الكونجوجيت روت 3 ماينس روت 5. احنا في الكونجوجيت لو نفتكر ان احنا كنا بنغير الساين اللي في النص، تبقى هتبقى روت 3 بلس روت 5 اللي هو ده، تمام كده. المسألة اللي بعد كده بيقول لي عايز، بيقول لي الايدج بتاع الكيوب الفوليوم بتاعه 27 كيوبيك سنتيمتر، فاحنا عارفين ان الفوليوم اللي هو ال باور 3 هيطلع 27، وطبعا الطلبة الشاطرين عرفت على طول الكيوبيك روت لل 27 هتطلع 3 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده من الاسئلة الجميلة، بيقول لي الستريت لاين ان السلوب بتاعه بوزيتيف. طبعا احنا الاسلوب كده بنجيبها ازاي؟ ببقى ماشي من الشمال، ببقى واقف هنا، هنا هقع، يبقى هنا الاسلوب نيجاتيف، هنا بارل للاكس اكسس، ونفتكر البارل للاكس اكسس ان الاسلوب كان ايكوال زيرو، هنا بارل للواي اكسس الاسلوب بتاعه كان undefined، هنا بقى ماشي من الشمال اليمين وطالع لفوق، هو ده الاسلوب البوزيتيف بتاعنا، يبقى هو ده الاجابه المطلوبه.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي عاوز اجيب الاوردر بتاع الميديان ل 9 و11 و16 و21 و13. طب احنا هنا ايه، طالما ميديان فبنعمل هنا ايه الترتيب الارينج سواء اسندنج او ديسندنج الاثنين صح. فابتدي بالصغير اللي هو الناين اول حاجه، وبعد كده ال13 سوري ال11 ال13 و16 وهنا 21. لو طلب الميديان، الميديان اللي هو اللي في النص اللي هو ال13، لكن هو بيتكلم على الاوردر بتاعه، الاوردر اللي هو الترتيب، فالترتيب بتاعه هو الثيرد. يبقى تاني هو هنا التاني عاوز اجيب الاوردر بتاع الميديان، برتبهم من الصغير 9 11 13 16 21. طب هو عاوز الاوردر، الاوردر اللي هو الترتيب. طب هنا الميديان 13 لكن الاوردر بتاعه هو الثيرد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي straight line to x minus 3y plus 5 equal 0 passing through the point 0 dots. طبعا الاولاني الزيرو هو الاكس، وهو طالب مين الدوتس اللي هي مين الواي. يبقى انا كل اللي هعمله ادي الايكويشن 2x minus 3y plus 5 equal 0. هو قال لي الاكس بزيرو، يبقى نقول 2 تايم 0 minus 3y plus 5 equal 0. 2 باي 0 هتطلع 0 minus 3y يبقى negative 3y تطلع 5، ومنها ان الواي هنعمل divided negative 3 لبوث سايد تطلع negative 5 over 3. يبقى الواي عندي طلعت negative 5 over 3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي closed interval 3 و5، هنشيل منها الست negative 4 و5. طبعا انا عندي الاولانيه ما قربناش من 3 خالص، لكن قربنا من 5. 5 هنا closed شلناها، هتبقى 5 دي open. يبقى الحل 3 as it is، ما فيهاش اي تغيير، لكن 5 تبقى open interval. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عايز اجيب السوليوشن سيت لدي ان ار. طبعا هنا 3x minus 2 less than or equal 7، يبقى هنا ممكن نكتب 3x، الماينس تروح الناحيه الثانيه بلس تبقى 7 بلس 2 9. الخطوه اللي بعد كده هنعمل ديفايد 3، يبقى الـ x less than or equal 3 طبعا اقل من او equal 3، يبقى اللي هي نيجاتيف انفينيتي، و 3 فيها equal closed والانفينيتي دايما open. السؤال اللي بعد كده عايز اجيب المين ل 3 minus a وال 5 وال 4 وال 1 و 2 plus a. طب احنا قلنا المين ده عبارة عن ايه؟ المين عبارة عن sum of value، يعني sum نعملهم plus، يبقى 3 minus a plus 5 plus 4 plus 1 plus 2 plus a. يبقى احنا عندنا كام؟ ادي كده 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، يبقى هما كام في واحد؟ 5. طب هنا عندي minus a و plus a يطيروا مع بعض، ودي كانت المشكلة اللي عندي. 3 و 5 10 10 و 3 و 5 8 سوري 8 و 2 10 10 و 5 يبقى 15، تطلع 15 over 5 اللي هي الحالة في الآخر يطلع 3. يبقى الحل هنا هيطلع 3 يبقى equals 3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي half cubic root 128 plus cubic root 16 minus 2 cubic root 54، وعاوزين نحطها in both in simplest form. يبقى أول حاجة كنا بنمسك ال 128 دي وحدها كده، ودي طبعا عشان cubic ما تنفعش بالكالكوليتور، هنعملها divided 2 تطلع 64. طب 64 ال 4 شاطرين، اه ده ليه cubic root، يبقى دي عبارة عن 64 تايم 2، 64 تطلع ب 4 تبقى 4 cubic root لمين؟ لل 2. طب 16 هنعملها divided 2 تطلع 8، طب ال 8 ليها كيوبيك روت، تمام كده تبقى 8 تايم 2، ال 8 تخرج بره يبقى 2 كيوبيك روت لل 2. اخر حاجه خالص ال 54 هنعملها divided 2 هتطلع 27، وال 27 ليها كيوبيك روت تطلع ب 3، يبقى 3 كيوبيك روت لل 2. نيجي بقى الاولاني half، تبقى هنا half، نعمل substitution بقى الكلام اللي احنا جبناه، تبقى half تايم دي الأولانية 4 cubic root 2 بلس التانية طلعت 2 cubic root 2 ماينس الأخيرة 2 تايم 3 cubic root 2 half by 4 تبقى 2 cubic root 2 بلس 2 cubic root 2 ماينس 6 cubic root 2 4 ماينس 6 تطلع negative 2 تبقى negative 2 cubic root 2. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find the solution set للانيكواليتي
1 less than or equal 3 minus 4x less than 5 وقال لي represent the solution on number line. اول حاجه هنا انا عايز اجيب الاكس قبل ما اخلص من نيجاتيف 2 هخلص من 3 هنعمل هنا minus 3 minus 3 minus 3 لان هما 3 سايد 1 minus 3 تطلع نيجاتيف 2 less than or equal دي الترم بعدين تبقى نيجاتيف 2x less than 5 minus 3 2. الخطوه اللي بعد كده عايز اخلص من نيجاتيف 2 فبعمل divide نيجاتيف 2 ولما بعمل divide نيجاتيف 2 اللي بيحصل ان البراكت ده بيتعكس يبقى ده divided negative 2 divided negative 2 divided negative 2 هتطلع دي 1 وهنا x وهنا negative 1 لكن الطالب الشاطر ياخد باله ان احنا بنعمل reflection للساين دي يبقى كده عندي السوليوشن سيت بتاعي بين النيجاتيف 1 باخد الصغير الاول وبعد كده الكبير النيجاتيف 1 open وال 1 closed وادي النمبر لاين بتاعي ادي النيجاتيف 1 وادي ال 1 ده open وده closed وبعد كده بعمل شيد الانترفال between them. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find the point of intersection ال straight line y plus x equal 5 with the two coordinate axes. يبقى عاوزين نعمل مرة الانترسكشن مع الx والمرة التانية الانترسكشن مع الy واحنا نفتكر ادي هنا عندي ادي الx وادي الy. طب يعني ايه انترسكشن مع الx؟ لو نفتكر مع بعض انترسكشن مع الx يبقى نحط الy بزيرو. طب انترسكشن مع الy يبقى نحط الx بزيرو. يبقى هنا مرة حطينا الy بزيرو نيجي هنا نحط الy بقى نحط مكانه زيرو بلس الx ايكوال 5 منها 0 بلس 5 ايكوال x يبقى x 5. طب التانية على الy coordinate او الy axis يبقى نحط الx بزيرو يبقى هتبقى هنا الy بلس 0 ايكوال 5 برضه هيطلع ب 5. يبقى احنا هنا عندي ال 2 بوينت الاولانية 5 و 0 دي مع الx axis والبوينت التانية 0 و 5 ودي مع الy axis. بعد كده بيقول لي then find the area of triangle formed by these two points والاوريجين. الاوريجين اللي هو 0 0 رسمنا هنا التو اكسس زي ما قلنا من شويه هنا بعد الاوريجين اللي هو 0 0 وهنا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 طبعا 6 and so on وهنا 1 و 2 3 4 5 6 and so on وهنا النيجاتيف تمام كده. هنا البوينت عندي 5 و 0 بمشي كده ايه ال 5 عند الاكس واقف كده 0 مش هطلع ولا انزل والتاني 0 5 او 0 5 هنا 0 واطلع هنا لغايه ال 5 وبعد كده ارسم الستريت لاين بتاعي يبقى هنا ده دي انترسكشن مع الاكس اكسس ودي الانترسكشن مع الواي اكسس وادي الستريت لاين بتاعي وارسم خط طويل كده هو عباره عن ستريت لاين. بعد كده بيقول لي عاوز اجيب الاريا بتاع التراينجل اللي هي بين الستريت لاين دون والاوريجن طبعا ادي التو يبقى هو اقصد بيه ايه التراينجل دون. ونفتكر مع بعض ان الاريا بتاعت التراينجل عباره عن هاف تايم البيس اللي هي 5 تايم الهايت اللي هو برضه 5 ونعملها تطلع 12.5 سنتيمتر سكوير او سكوير يونت سكوير يونت لان هنا ما حددش اذا كان سنتي ولا مش سنتي. السؤال اللي بعد كده قال لي ان الاي كلوز انترفال 1 و 5 والبي open interval negative 2 3 عاوز اجيب intersection بينهم والديفرنس واليونت. ادي هنا عندي النمبر لاين بتاعي ال E 1 و 5 يبقى هنطلع كده ادي كده دي ال 1 closed وادي ال 5 closed وبعمل شيت between them وبعد كده قال لي ال B negative 2 ادي ال B negative 2 open وال 3 موجودة هنا وال 3 عندي برضو open وبعمل شيل between them. أول حاجة عاوز الانترسكشن الانترسكشن اللي هو الجزء الكومن بين الاتنين يبقى هنا عندي الانترسكت اللي هو من ده لده اللي هي ال 1 وال 3 ال 1 زي ما هي closed وال 3 زي ما هي open. نجيب اليونيون الاول وبعد كده نرجع للديفرنس. اليونيون اللي هو من الاول للاخر اللي هو النيجاتيف 2 زي ما هي وال 3 زي ما هي. طب النيجاتيف 2 هنا كانت عندنا ايه اوبن سوري من نيجاتيف 2 لغايه ال 5 وال 5 هنا ايه كلوزد من الاول لغايه الاخر. نيجي بقى للديفرنس انا عندي اللي فوق هي الاكس واللي تحت هو الواي هو قال لي او سوري اللي هو اللي فوق هو الاي
واللي تحت هو البي، فبيقول لي ايه ديفرنس بي؟ يعني اللي موجود فوق مش موجود تحت. طبعا هنا عندنا الجزء ده موجود هنا وهنا، لكن الجزء ده هو اللي مش موجود. فبنمشي لغايه الجزء الكومن بينهم اللي هو الثري، بس باخد عكسه، يبقى خلي الثري ده كلوزد والفايف زي ما هي كلوزد برضو. اخر مساله معانا بيقول لي الفوليوم بتاع سيركولار رايت سلندر 924 سنتيمتر كيوب والهايت ب 6 ومدين الباي هنا 22 اوفر 7. عايز اجيب اللاترال اريا. طبعا نفتكر مع بعض السلندر كان شكله كده، كان البيز بتاعه عباره عن سيركل ولي هايت هنا. طبعا الفوليوم، اي فوليوم عباره عن ايه؟ اريا اوف بيس اللي هي السيركل، اريا بتاعت سيركل تايم هايت اللي هي باي ار سكوير اتش. تمام كده. هو ده هنا ايه بكام؟ يبقى 924 ايكوال الباي اللي هي 22 اوفر 7 تايم الار سكوير اللي انا عايز اجيبه تايم الاتش اللي هو الدهوني. يبقى الار سكوير، فبسيب ده وحده هنا 924 ديفايدد، وادي دول الناحيه الثانيه بديفايدد، بس عشان اوديهم لازم احطهم جوه براكت. لو ما حطهمش جوه براكت المساله تطلع معايا غلط. وهنا بالكالكوليتور يبقى الار سكوير هيطلع ب 49، ومنها الراديوس سكوير روت لل 49 هيطلع 7 سنتيمتر. بعد ما جبنا الراديوس هو عاوز يجيب اللاترال اريا. احنا قلنا اللاترال اريا اللي هي في الجنب، فهي عباره عن السيركمفرنس بتاع السيركل تايم الهايت. يبقى هنا اللاترال اريا عباره عن السيركمفرنس للسيركل اللي هو 2 باي ار اتش، هتبقى 2 تايم الباي 22 اوفر 7 تايم الار اللي انا لسه جايبه 7 تايم 6، تطلع زي ما تطلع بقى equals 264. طبعا هي عشان اريا تبقى سنتيمتر سكوير.